كتب ليون تولستوي روايته الحرب والسلام بين سنة 1865 إلى 1869. في هذه الرواية عرض تولستوي فلسفته للحرب والسلام، وجاءت باختصار نقيضا لفلسفة هيجل وفلسفة فون كلوزفيتس للنظرة للتاريخ والنظرة للإنسان والنظرة لرغباته والنظرة للحرب خاصة. إذا أردنا أن نلخص الرواية في سطر واحد، فنستطيع أن نقول بأن تولستوي يقول أن الحرب جنون وحدس وليس منطق وليس عبارة عن واقع. الحرب لا يمكن توقعها ولا يمكن بناء استراتيجية لها ولا يمكن التبرير لها بحس التاريخ أو منطق التاريخ كما يقول هيجل. إذا كانت الحرب عبارة عن جنون وعبارة عن حدس، فإن قراءة التاريخ تصبح مستحيلة، وبذلك توقع المستقبل يعني في حيز الحرب يبقى أيضا مستحيلا، عكس ما يقول هيجل بأن هناك مبررات للحرب باسم التطور والتقدم الحضاري للإنسان. تولستوي يقول بأن ليس هناك مبررات للتطور، التطور يجب أن يكون بالسلام وليس بالحرب، الحرب تكون لإشباع الغرائز، وسوف نعود لهذه النقطة. بالنسبة لتولستوي ليس هناك علاقة بين المنطق والحرب، لأن الإنسان في الحرب يتحرك بشهوانية وإرادة قوة وليس بعقلانية وإرادة التعمير. فبذلك إذا أقررنا بأن الإنسان يتحرك بشهوانية وإرادة قوة وإرادة إشباع رغبات والتعطش للتدمير والتعطش للجنون، فبذلك لا يمكن أن نفسر هذا بالمنطق وبالعلم. بالنسبة لتولستوي تفسير الأمور غير العاقلة بالعقل هذا أمر غير عقلاني، كما قال أيضا باسكال بأن العاطفة لا تفسر بالعقل وما يشعر به القلب لا يفسر بالعقل. في كثير من الأحيان لا نستطيع تبرير حبنا لإنسان ما أو لشيء ما. في هذه الرواية نجد بأن تولستوي ميال أكثر لفكر شوبنهاور وفلسفة شوبنهاور على فلسفة هيجل التي تبرر كل شيء بالمنطق والعقلانية، وتبرر أيضا الحروب وتبرر منطق التاريخ وحس التاريخ. وقد تكلمت عن هذا يعني في مقال معين بين النظرة الهيجلية للتاريخ ونظرة ابن خلدون، اللذان يتشابهان قليلا في الشكل العام، ولكن تولستوي يميل لنظرة شوبنهاور التي تتكلم عن الإرادة والرغبة، أي الإرادة والرغبة هي التي تتسيد قرارات الإنسان خاصة في الحروب وخاصة في التوسع الحضاري أو الاعتداء على الآخر، أكثر من نظرة هيجل التي تقول بأن هكذا تتطور الحضارات وهكذا نتقدم وهكذا نصبح أحسن. إذن بالنسبة لتولستوي العالم قائم على الرغبة وقائم على الشهوة وقائم على الجنون وقائم على الحدس. أراد أن يوصل تولستوي بهذه الرواية أن فكرة التاريخ وفكرة التاريخ هي فكرة مغالطة وعبارة عن كذبة، لأن في كل مرة المؤرخين والذين يكتبون في الرواية التاريخية أو في التاريخ عينه كعلم يختارون التفاصيل التي توهم بأن هناك يعني تغير وهدف ومعنى لحرب عن أخرى، بينما يقول تولستوي بأن كل الحروب هي قائمة على الجنون وقائمة على رغبة أو شهوة الاعتداء على الآخر وتدمير الآخر والاعتداء عليه بشكل عام، ونظرة يعني طبيعية في إحداث الدمار ورؤية الدماء. فهو يقول بأن صناعة معاني جديدة للحرب لإعطائها معنى وإعطائها يعني صبغة يعني مقدسة أو صبغة لتبريرية عبارة عن كذب وهراء ودجل تاريخي. كذلك إذا خرجنا من ميدان الحرب وخرجنا من رواية الحرب والسلام، نرى بأن تولستوي لديه نفس المنهج ونفس الفلسفة في القراءة، في قراءة الإنسان بشكل عام، لأنه عندما تحدث عن الفن في كتابه كاسبيولار أو ما الفن، تحدث بنقد شديد عن الفلاسفة الذين يقولون بأن هناك عدة فنون وعدة أمور تدخل في الفن. هو يقول بأن هؤلاء الفلاسفة يريدون كسر الفن كما ذكرت لكم في درس سابق أو قبله،
يعني كسر المنطق وكسر الأمور الواقعية وكسر العلوم وجعلها تدخل في ما يريدونه، وليس هم من ينكسرون للواقع وللعلم والفن. يقول بأنهم يريدون أن يدخلوا أمورهم الخاصة في الفن، كذلك في الحرب يريدون أن يعقلنون الحرب ويبررون للتاريخ وللحضارة لكي يدخلونها في المنطق والإنسانية والفلسفة، وهكذا تمشي الأمور. إذا كانت هذه هي نظرة ليون تولستوي المختلفة نوعا ما في زمانه عن الحرب وعن السلام. أردت أن أعطي فكرة عامة عنها لمن يريد أن يقرأ ليون تولستوي. ليون تولستوي يعني كشخصية فريدة جدا، لأنه هو الآخر تطور جدا، كان إنسانا سيئا فأصبح شبه قديس يعني في نهاية حياته. لذا من المثير جدا قراءة ليون تولستوي، أحد عباقرة الأدب الروسي وأحد أحسن الروائيين في العالم. ونلتقي في الدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.